بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنبدأ في الجزء بتاع النورمال شوك ويف. النورمال شوك ويف دي عبارة عن حاجة بتحصل بشكل مفاجئ للفلويد، بتحوله من السوبر سونيك إلى الساب سونيك. يبقى الفلو قبل ما يحصل النورمال شوك ويف مباشرة بيبقى سوبر سونيك، وبعدين بعدها مباشرة بيبقى ساب سونيك. طيب إزاي أربط ما بين النقطة اللي هي قبل نورمال شوك ويف، النقطة اللي بعد نورمال شوك ويف؟ هسمي النقطة اللي قبل واحد، وهسمي النقطة اللي بعد اتنين على حسب تسمية الجدول زي ما موجود معاكو. الجدول بتاع النورمال شوك ويف متسطر بالشكل الآتي. اول خانة عندي هي الماخ بتاع نقطة واحد، اللي هو الماخ قبل نورمال شوك. الفلو جاي من هنا لهنا، دي كأنها بالظبط ستارة او غشاء شفاف كده. اللي قبله ده سوبر سونيك، واللي بعده ساب سونيك. النقطة اللي قبله الماخ بتاعها هسميه ماخ واحد على حسب تسمية الجدول، والنقطة اللي بعد الجدول حاطط لها الخانة M2. يبقى ده الماخ قبل النورمال شوك، وده الماخ بعد النورمال شوك، اللي هما M1 و M2. طيب بعد كده B2 على B1، B2 اللي هو الستاتيك بريشر بتاع نقطة 2 على الستاتيك بريشر بتاع نقطة 1. طيب القيمة دي هتبقى أكبر من الواحد دايما، أقل حاجة خالص هتلاقيها او بدايتها بس بواحد، اللي هي عند الماخ قبل وبعد بواحد. كان النورمال شوك ويف هنا دخلها واحد وخرجها واحد، فاكيد كل الريشيو اللي بعد كده هتبقى معتمده كان مفيش نورمال شوك اصلا، يعني كان ما حصلش حاجه. طيب بي 2 على بي 1، بعد كده تي 2 على تي 1 اللي هي الاستاتيك تمبريتشر بتاعه نقطه 2 على الاستاتيك تمبريتشر بتاعه نقطه 1، وبعد كده الخانه اللي انت لازم تبقى فاهم معناها ايه هي بي او 2 على بي او 1، لان نتيجة حدوث النورمال شوك هيبدأ الاستاجنيشن او التوتال كونديشن بتاعة النقطة تتغير. النقطة كان محفور في ذاكرتها بي او 1، نقطة 1 دي كان محفور في ذاكرتها بي او 1، ولو هي اتحركت من 1 ل 2 ايزنتروبيك فكان المفروض البي او بتاعها هيفضل هو بي او 1 برضو. انما نتيجة النورمال شوك ويف اللي حصلت دي، ده جزء نون ايزنتروبيك حصل للفلو، فبالتالي التوتال بريشر هيتغير. يبقى بي او 1 هتبقى مختلفه عن بي او 2، او بي او 2 دي هيبقى لها قيمه جديده، القيمه دي هتبقى اقل من بي او 1، فعشان كده النسبه دي هتلاقيها دايما اقل من الواحد. برضو بتبدا معانا بواحد في الجدول عشان ام 1 وام 2 كانوا بوحيد، وبعد كده هتبدا تظهر معايا ان هي اقل من الواحد. طيب اخر خانة معايا في الجداول اللي انت مستلمها او اللي انت الدكتور نزلها لك، بي او 2 على البي 1، دي بتربط التوتال بريشر بعد والاستاتيك بريشر قبل. طيب اهم حاجة ان انت تعرف، لو معايا اي معلومة، معايا اي خانة من دول في النورمال شوك، يبقى انا عرفت ان السطر كله يخص النورمال شوك، او بمعنى اصح السطر كله هيربط نقطة واحد بنقطة اتنين. يعني لو انا معايا ماخ واحد بس، ماخ قبل النورمال شوك، اعرف اطلع ماخ اتنين، واعرف اطلع كل البارامترز الباقي. طيب مسألة النورمال شوك بتيجي ازاي؟ قال لي ممكن تيجي ان هي بشكل مستقل، ان هو يديلك حاجة عن الخصائص بتاعة الفلويد قبل النورمال شوك ويطلب بعد، او بعد ويطلب قبل، وممكن تيجي حتة ضمن الجزء بتاع الكونفيرجنج دايفيرجنج نوزل زي ما هنشوف بعد شوية. طيب بداية لو هو جاب لي بي واحد وتي واحد وفي واحد وقال لي حصلت نورمال شوك، وبعدين عايز خصائص نقطة اتنين، هجيبها ازاي؟ في واحد مع التي واحد هستغلهم وطلع منهم ماخ عند واحد، وقلنا طالما طلعنا ماخ عند واحد هخش الجداول
بدلالة الماخ اللي انا حسبته عند واحد اطلع ماخ عند اتنين، واطلع كل حاجة تربط نقطة واحد بنقطة اتنين. يبقى لو انا معايا بريشر عند واحد وعايز البي اتنين، هستخدم الريشيو دي بطلع بيها العلاقة ما بين بي اتنين وبي واحد. لو انا معايا تي واحد وعايز التي اتنين، هستخدم الريشيو دي. لو انا معايا بي او واحد وعايز اجيب البي او اتنين، هستخدم الريشيو دي، وهكذا. طيب تاني حاجة بقى، لما تجيلك كجزء من converging diverging nozzle، في حتة ال converging diverging nozzle النورمال شوك ويف كانت بتظهر معايا في الجزء بتاع ال بي باك 3. طيب بي باك 3 ده هجيبه ازاي؟ قال لي ان بي باك 3 ده بيجي من خلال ان كأن نورمال شوك ويف حصلت عند مخرج النزل. يعني ايه؟ يعني انا عندي النزل اهي، النقطة بتاعت المخرج دي حصل عندها نورمال شوك. طيب هو قبل ما يحصل النورمال شوك دي، النقطة دي كانت حالتها ايه؟ احنا قلنا لها مجموعة حالات، بس عشان النورمال شوك تحصل يبقى اكيد النقطة دي كانت سوبر سونيك. طيب وفي السوبر سونيك مفيش غير حالة واحدة بس، ايه هي؟ ان يبقى البي باك يساوي بي باك اتنين. يبقى عشان نورمال شوك تحصل عند المخرج، يبقى اكيد النقطة دي عند الاكزيت سيكشن اللي قبلها فضلت مكملة على المسار ده. مش احنا قلنا ان احنا عندنا مسار واحد للبرفكت اكسبانشن، من هنا لهنا هيبقى صب، وبعدين هنا يبقى سونيك مخ بواحد، وبعدين السوبر ملوش معايا غير ايه؟ غير المسار ده، هو ده مسار السوبر. لو انا هبدأ من اول السروت لغاية الاكزيت سوبر سونيك، يبقى انا همشي لازم غصب عني على المسار ده، مفيش مسار تاني غيره. طيب النورمال شوك حصلت فين؟ حصلت هنا عند الاكزيت. يبقى هو كان ماشي نورمال شوك لغاية ما وصل الاكزيت، وبعدين حصل له نورمال شوك، راح لايه؟ راح لبي باك 3. طيب يبقى بي باك 3 ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن حالة ما يبقى اللي هنا ده بي باك 2. فأكيد في اللحظة دي هيبقى اللي هنا ده بي باك 3. طيب دي هعمل فيها ايه؟ احنا المرة اللي فاتت كنا بندخل بايه؟ اول حاجة بحسب اريا اكزت على الاريا ثروت، شوفها بكام، وبعدين ادخل بيها مرتين، مرة في الصب ومرة في السوبر. المرة اللي في السوبر دي هي اللي تهمني دلوقتي، اللي هي بطلع منها ايه؟ بي باك اتنين بشوفه بكام. طيب وانت بتطلع بي باك اتنين، كنت بتطلع ماخ اكزت في حالة باك اتنين بكام؟ وكنت بتعرف تطلع تي اكزت في حالة باك اتنين بكام؟ انا هيلزمني الاتنين دول، ماخ عند الاكزت في حالة باك اتنين، هو ده كأنه ايه؟ كأنه لو الفلو ده كان خرج سوبر سونيك هنا بالبيرفكت اكسبانشن، كان هيبقى الماخ بتاعه هو ماخ اكزت في حالة باك اتنين. طيب حصل نورمال شوك، يبقى كأن حصل نورمال شوك قبلها على طول مباشرة، كان هيبقى ماخ عند الاكزت في حالة الباك اتنين. يبقى كأن انا دلوقتي معايا مسألة نورمال شوك عادية، الدخل بتاعها هو ماخ اكزت في حالة باك اتنين معايا، ومعايا كمان ضمن المعطيات بي باك اتنين بكام. طيب ده كأنه ماخ واحد، وده كأنه بي واحد، يبقى ده كده كأنه ماخ واحد، وده كأنه بي واحد. هخش جدول نورمال شوك، الماخ ده هو ماخ واحد، يبقى هبص هنا اشوف الرقم اللي هو ده،
وبعدين تبقى كل الخانات دي بتاعتي. بي واحد معلوم، هخش هنا اقرا بي اتنين على بي واحد اللي هي تمثل ايه؟ بي باك تلاتة، او بي في حالة باك تلاتة على بي باك اتنين اللي هو بي واحد. يبقى كأن الريشيو دي لما اطلعها هتبقى عبارة عن بي باك تلاتة على بي باك اتنين، وبي باك اتنين انا طلعته وانا بطلع مسار السوبر سونيك، يبقى اعرف اطلع بي باك تلاتة بكام. يبقى دي الطريقة اللي انا هحسب بيها بي باك تلاتة. ان شاء الله المرة الجاية نطبق على المسائل بإذن الله.